نبدا اليوم موضوع جديد تماما اسمه ريليشنز اللي هو بيجي عنه شابتر 10 في الكتاب. بعرف في الكتاب النسخه الثالثه كداش رقمه. المهم العنوان اللي هو ريليشنز. فالريليشنز موضوع شيق على فكره. موضوع شيق وهو امتداد للفانكشنز. اليوم حندرس عدة شغلات، حناخذ أمثلة على الريليشنز، المفاهيم الأساسية لشو يعني ريليشن، حناخذ شو يعني الانفرس ريليشن، حناخذ إشي بنسميه دايركتد جرافز، حناخذ اللي بنسميه مش باينري ريليشنز بس كمان إناري ريليشنز، وبعدين حنتعرض لنحكي عن علم الريليشنال داتابيسز. في حدا ماخد مادة الداتابيس؟ بس أربعة، في ناس بنفهمها عصير. فناخذ الآن ندرس العلاقات. في علاقات بين الناس، صح؟ مثل شو؟ صديق. أو أخ أب. أخ لي أب لي. يدرس مع زميل لي، يجلس بجانب موجود في كل هاي علاقات. يعني أعطيكم أمثلة. كنا فايز enrolled in إيش؟ الاي اي. شو الاي اي؟ مادة الاي اي. فايز friend of علي. علي enrolled في discrete math. مصطفى teaches discrete math. مصطفى works at Bir Zeit University. Bir Zeit University located in Bir Zeit. مصطفى بعرفش هاي نو مثلا knows لينا او friend of لينا. لينا friend of سناء. سناء lives in Bir Zeit. أربعة على أربعة equals واحد this than اثنين more than واحد. خلينا نشوف. إذا في عنا يا سنة ناس elements على فكرة كمان شو الدومين شو الكودومين هلا لسه في عنا elements لها علاقة مع elements ثانية صح؟ شفتوا كيف شفنا الدنيا؟ elements لها علاقة مع elements ثانية. طب اسمها بالعكس. واحد هذا اسمه بالعكس والثاني بالعكس متقسم. وهذا الظاهر. واحد مور ذان اللي هي بتيجي هيك. والثانية بتيجي هيك. من هنا. طب هاي مش بالجهتين؟ خلينا شوي. هلا ففي عندنا إليمنتس، هاي الإليمنتس لها علاقة بإليمنتس ثانية. قد يكون من نفس التايب تبعها أو من تايبس مختلفة. يعني إيش يعني من تايب مختلف؟ من نوع مختلف. إنه في عندي بيرسون وفي عندي كورس. مش مشكلة هلا، بدناش ندرس هذا الموضوع. بس إنه هاي العلاقة في الأشياء بينها علاقات. انتبهوا إنه ها الواحد less than اثنين. طب ليش حطيت more than؟ لانه هاي علاقه ثانيه. انا بحاجه اروح اعرف المكان ما انه هاي هذا حندرسه اليوم انه هاي انفرس لها. بس اذا ما قلت ايش معناته؟ معناته مش انفرس هاي. وهاي اذا بحطها باتجاهين برضه معناها وكأني حطيت هاي صح؟ بس لسه ما عرفت انه الانفرس تظبط في الجهة. بالمحاضرة الجاية بندرس الريفلكسيبيليتي السيمتريك ريليشنز وترانزيتيف ريليشنز وبعدين ندرس الاكوفيلانس ريليشنز. هذا المحاضرات الجاية ندرس خصائص الريليشنز. احنا اليوم بس ايش ندرس؟ ريليشنز نفسها. وضح شو ريليشن؟ على فكرة الفيسبوك كله ريليشنز طلع صح؟ كله ريليشنز. على فكرة طلع جراف الفيسبوك بالمناسبة. جراف.
واللي بده يشتري بالفيسبوك لازم يكون بيكون مبدع في ماده ديسكريت ماثماتكس لانها هي الاساسيات تاعت الجراف. طيب نيجي هلا نشوف اذا شو الريليشن؟ شوفوا شو تعريف الريليشن؟ قلنا لك A and B هذول مالهم؟ sets. لحظة هاي مش هاي A ولا B. ايوه elements في A و B. ايوه binary relation خلينا هسه نعرف شو binary. R زي مثلا زي مثلا enrolled in from A to B على مجموعة A لمجموعة B مش الـ elements is a subset of طلع R is a subset R is a subset of A cross B. يعني لو عندنا هون عناصر هاي A وهاي B أو نشوفها بطريقة ثانية هاي عندنا مجموعة A فيها elements وهي عندنا مجموعة B فيها elements لما نعمل الكروس بينهم ايش الكروس؟ تعرفوا الكروس؟ انه بتاخذ كل عنصر هون وعرضه مع هون كل عنصر هاي النتيجة شو بتطلع قلنا؟ النتيجة A كروس B بتطلع ايش؟ عبارة عن بيرز بتطلع مثلا هاي A واحد A اثنين هون عندنا B واحد B اثنين بتطلع عندي A واحد B واحد A واحد B اثنين وهلما جرب. هلا هذا الكلام شو معناته؟ انه هاي كروس فهاي هي ايش؟ R نقول R تنتمي طبعا مش ايكوال R subset سوري متأسف subset من A cross B given an ordered pairs X و Y X و Y اللي هي A و B اللي هي in A cross B يعني X و Y بيجي هون such that انها X في مكان ما لازم هذا تعريف ابسط شوية X is related to Y by R written X R Y هيك بنكتبها علي friend of مش عارف من سنة تشبه البريدكت فهمت علي؟ أو تشبه البريدكت ذكرني بالله هلا بقول لك شو البريدكت صح يستنى R اللي هي يعني خلينا أعرف بلاش أنسى بدي أعرفكم شو الباينري وشو إيش ليبريديكت بس ذكرني فيه من فهم يقرأها علي فريند اوف سناء او بير زيت لوكيتد ان سوري بير زيت يونيفرسيتي لوكيتد ان بير زيت بس لاحظوا احنا قلنا A كروس B يعني بير زيت اللي هي معناته يونيفرسيتي تنتمي الى مجموعة ايش؟ الجامعات وبي مجموعة المناطق أو البلاد فبالتالي A كروس B جامعة مجموعة الجامعات كروس مجموعة البلاد فبيطلع عندي هون X و Y موجود عادة وين موجود؟ في A كروس B هلا الطريقة الثانية نقراها هذا الديفينيشن بس بطريقة ثانية نقول شو معناها لما نشوف X R Y شو كيف نقراها؟ أو شو معناها؟ X. إنه معناته عندي X و Y تنتمي لإيش؟ لR. R اللي هي إذا subset منهم. وإذا لا تنتمي يعني إذا بدك تقول فايز مش فريند ما لا سوري بحكي عربي وإنجليزي. It's not a friend of علي فايز از نوت ا فريند اوف علي معناها انه فايز علي لا ينتمي لا تنتمي ل ار لاحظين؟ طيب هلا نيجي نحكي عن الباينري والبريدكت بس مش بالكامل لاني بكمل عنه بعدين
الباينري ليه باينري هاي؟ شو معنى باينري؟ ثناء ليه باينري؟ بس اثنين يعني لانهم اكس واي اثنين صح؟ وممكن يكونوا اكثر؟ لا ممكن يكونوا اكثر؟ لا ممكن يكونوا اكثر ليش؟ محمد منقول طلع عليه انرولمنت طلع ها شوف او ها انرولد ان هاي بشرحها في اخر المحاضره اليوم انرولد ان منقول علي دماغ اذا مسكت الكورس هاي صارت بينها طيب اذا بدي اجي اقول انه سنه التسعه سنه 2014 هاي بطلت باينري ندرس الموضوع عام ليتر اليوم هاي ليش باينري احنا هلا نحكي احنا كل اخر جزء من المحاضره نحكي على الموضوع اليوم ايش بس نحكي هلا عن باينري هلا نيجي نحكي او شو العلاقه بين البريديكيت والريليشن هاي ملاحظه يعني انا نسيت احكيها بالسلايدز مع انه في هذا التشابتر الكتاب بحكيش عنها اول شيء احنا وين عرفنا البريديكيت شابتر 2 صحيح البريديكيت لما درسنا ايش؟ الفيرست اوردر لوجيك مضبوط؟ فهو بالضبط نفسه هلا البريديكيت شكون شو قلنا البريديكيت معناها بالعربي؟ صفر صح؟ او محمول تتذكروا؟ صفر او محمول فعامل البريديكيت والريليشن نفسه عاملهم نفسه في اختلافات بس بصراحه مش لمستوى سنه اولى جامعه او سنه حتى سنه بكالوريوس كنتوا على الاختلافات كثير دقيقه بين الفلاسفه والمناطق فما بديش احكي عنها ولكن على الاقل طب اذا كانت طلع ار وحده شو ار وحده يعني اكس علاقة مع ولا شيء البريديكت مضبوط؟ لا البريديكت بيرسون بيرسون اكس طب بس لاحظ طب بضبط البريديكت احط اكس واي برضه مضبوط صح؟ اذا العلاقات بالنسبة لكم هو شكلية تقدر تقول البريديكت والريليشن زي بعض اتفقنا؟ هاي واحد بعدين نضيف كمان نقطة افرض انك انا اعطيتك ار مكتوب هيك بديش اعطيك اياها هيك بديش اكتبها زي الكتاب كيف نقراها؟ اكس ار واي هاي كونفنشن هذا اصطلاحا ديروا بال اصطلاحا انه بنحط اكس ار بعدين واي هلا طبعا ليتر لو سالتوني نقدر نفرض حتى زد في يعني مش دارج هذا بري ادفانس الكلام عليه بس مش دارج بس نقدر نلقيها بنصير نحط بين نقول اكس ار واي بس بحاجه لكلمه ثانيه مثلا ام زد ام مثلا 2014 بحاجه لايش؟ لا حكي كلمه ثانيه وبتقدر تعمل اكثر من هيك طيب عرفنا بس شو هي الار نيجي ناخذ امثله كمان مرة قلنا شو الدومين؟ زي الفانكشن مش حدا الفانكشنز احنا؟ في عنا دومين، في عنا علي، سناء، لينا، وفي عنا ايش؟ انرولد ان في بعض الكورسات. طيب في حدا بيقول لي هل هاي اخذنا احنا بالفانكشنز انه بصيرش يكون شيء بالدومين مش موجود بالفانكشن. بس بصير انه في شيء بالكو دومين مش موجود مالوش وهل ما جرب او واحد طالع منه اثنين الريليشنز ايش؟ فيش عليها ولا ريستريكشن واضحة؟ طيب هاي كمان فريند اوف زي ما بدي بسوي ليه؟ لاحظ انه هون انا ورجيتكم الدومين بيرسون والكودومين كورس هون شو ورجيتكم؟ دومين بيرسون بيزبط مع بيرسون في شيء منا؟ طيب هاي انا اخذ الارقام الليست ملاحظينها؟ الليست هاي زد اللي هي الانتجرز وهاي زد اللي هي الانتجرز وهاي واحد ليست ذان اثنين وممكن احط كمان ليست ذان ثلاث زي ما بدي يعني طيب وهاي هلا نيجي نشوف
لما درسنا الفانكشن سباق تعلمنا كيف نكتب تعريف الفانكشن. هلا بس نشوف كيف نكتب تعريف ريليشن. فنقول هاي ريليشن اسمها ايه. هلا نشوف شو هي. ديفاين ا ريليشن اسمها ايه فروم. بقول فروم زد تو زد. ضروري اعرف دومين كودومين. فور اول ام ان. ها شفتوا فور اول ام ان تنتمي لزد ضرب زد. هاي ريليشن سوري يعني هاي اللي هي زي ما بدك تقول علي والديمان مثلا. هاي لازم انا اقول تنتمي الى لايش؟ ها؟ لبيرسون مش ضرب ها؟ كروس كورس مجموعة الأشخاص كروس مجموعة المسافة. فنقول M هون متغيرات M و N as a tuple تنتمي إلى Z ضرب Z. طيب such that هون التعريف such that إنه M E N منقول واحد E واحد أو واحد E ثلاث if and only if إذا كان M ناقص M is equal. يعني واحد ناقص واحد هل هي even؟ واحد ناقص اثنين even؟ واحد ناقص ثلاث؟ واحد ناقص الأربعة؟ لا. اثنين ناقص واحد مش even. اثنين ناقص اثنين سيكون يعني even. اثنين ناقص ثلاث مش even. اثنين ناقص أربعة يعني even. شفتوا كيف بعمل التعريف؟ فأنا لازم أقول أعرف إنه أقول define the relation من كذا لكذا وأقول for all وأحط الطبل متغيرات تنتمي إلى domain cross the codomain such that بقول M M E N if and only if بعرف. هذا بالرياضيات علاقات الرياضية سهل سنسوي. طب لو بدي اقول فريند او بقدرش اعرفها هي تعريف رياضي طبعا في تعريف فريند او بقدر اوصف از ماتش از بوسيبل او لفظ مثلا ولا لوكيتد ان فيعني طيب نو هير اكسرسايز اكسرسايز هات نحل هذا مع بعض. لو عندي X مجموعة X فيها A B C then a power of X شو هي؟ 5 مجموعة اللي فيها A مجموعة اللي فيها B مجموعة اللي فيها C مجموعة اللي فيها A و B A و C B و C A B C هاي الباور. define a relation شو نسميها؟ اسم الريليشن تبعتنا S. S من وين لوين؟ من البار اوف اكس تو زد. As follows for all sets of A and B في البار اوف اكس يعني معناته for all subsets A and B of X بنقول A S B يعني A مع على ريليشن مع B if and only if A has at least as many elements as B. ايش يعني؟ نفس عدد. طيب هل A B S B C؟ yes. yes. هل A S 5؟ ها؟ لا. لا. ليه؟ لأنه مش نفس العناصر. مش نفس عدد العناصر؟ لا طبعا. مش نفس العناصر بس مش محطوطة في. لا. شو هو؟ نفس عدد العناصر. مش نفس العناصر.
مش هاي عددها قديش؟ ولا شيء ولا شيء عنصر عنصر وهي عنصر معناته؟ مظبوط نفس الشيء A B C و A B C طيب معنا لا طيب C و A طيب واضح نيجي نأخذ إكزامبل ثاني لو عندي طلع على الإكزامبل لو عندي واحد واثنين وثلاث هاي A و B فيها واحد وثلاثة وخمسة define a relation فيها two relations واحد يقسمها S واحد يقسمها T from A to B as follows for all x y تنتمي ل A cross B هاي تعريف ال S x y تنتمي ل S إذا x أقل من y نقدر نرسمها ماركو يلا. واحد اثنين ثلاث هاي A و B واحد ثلاث خمسة واحد أقل من ثلاث والخمسة واثنين وثلاث هاي شي هي مية هاتوا شو بنعمل شيء تربي هاي مزبوطة هاي مزبوطة؟ نعم ارسم لي طلع شو كيف اعطيتكم تي ما عرفتش تي هالستة اعطيتكم ايش؟ كل عناصر تي كيف نرسمها؟ بس من واحد لاثنين وثلاثة من اثنين وخمسة بس وضحى؟ ها؟ لا 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 هلا هاي معناها يعني انا شو عرفت تي؟ ما عرفتهاش تي انها مثلا اكس ناقص واي ولا اكس اقل من واي ما عرفتهاش هيك اعطيتك العناصر اللي معك العناصر اللي فيها وبس بس استاذ بتقدر تعطيها العناصر دي كده شو ريليشن اها سابها هي هاي نفس الاولى يعني اعطيك اعطيك زي هون يعني تعطيني اس وكل كان اكتشفي لي تعريف اوكي هذا مش موجود معنا في المزاج بس it's very intelligent question thank you هاتوا نفكر فيه مع بعض مش موجود في المزاج معنا لو انا ترى ترى انا هلا بدي اقول هون بيشتغل المخابرات برايس مع احنا هون بتشتغل المخابرات صح هون المخابرات هون هذا هو شغل المخابرات حنان واسمع محمد ومحمد فايز و يلا شو اسمه سهيل سهيل يلا اكتشفي لك شو توقعت العلاقة فريندز طيب جامعة بير زيت ووزارة الاتصالات ومع معهد الحقوق ووزارة العدل معهد الصحة وزارة الصحة جزء منه معهد الصحة يعني جامعة بير زيت طيب مصطفى وجامعة بير زيت هذا نختار فيها بس كل ما بعطيك اكثر تراك لو شفتوا علاقات انتوا على طب اوكي خذ علاقة ثانية فتحنا جوالك لقينا في الادرس بوك تبعي 50 اسم منهم اسماء فتحنا جوال اسماء لقينا بالادرس بوك تبعها مثلا سناء فتحنا سناء لقينا مثلا تمارا تقدر تكتشفي علاقة بينك وبين تمارا لسه ما كناش احنا فريند لاحظ طيب طيب شفنا انت مش موجودة اسماء عندك بس موجودة عندك على الفيسبوك ما وهل هم جرا يعني يعني هلا احنا نعرف الشيء العلاقة اللي بينك وبين مثلا سناء نعرفش او بينك وبين هل هيك تقدر تقولي هل بدنا استنتج علاقات هون محاوله
حسب قديش هذا داتا مايننج او يعني في جزء منه داتا مايننج. هذا الشيء صراحه رائع جدا، يعني الناس بحاولوا يكتشفوا بطريقه. لما تاخذوا معي ماده الذكاء الصناعي نتعرض لهي القضايا. الفصل الجاي هل في طريقه نكتشف فيها شوي بس هل في طريقه نكتشف فيها شيء علاقه؟ هذا شيء، هذا عالم اخر. ماشي طيب، بس شكرا على السؤال. المهم انا سنتي حطينا وحده بلعب، مش بالضروره نكونسيدر هون. لا انا حطيت، لا ضروري حطيهم فوق. سؤال اسماء، هذا سؤال تكري ثاني صغير يعني، ما دام بتزميش واحد ثلاثة حطيتهم. لا بحط اللي بده مين كله، لا بحط كل اللي بده مين، بس احنا لاحظي انه شي تي طلعوا تي تي تساوي العلاقات الثانية ايش؟ 2 و1 كمان 2 و5 على فكرة هون ايز شو بتساوي؟ مش تنتمي 1 و3 مش تنتمي على فكرة طلع هاي على هاي. طب لو قلت لكم A كروس B شو بتساوي؟ 1 و1 1 و1 1 و3 1 و5 يلا 2 و1 2 و3 2 و5 كلهم الاخر. هلا هذول هاي المجموعه لاحظوا R سبست من A كروس B مظبوط؟ بس احنا R شي هي اكزاكتلي شي شو بتساوي؟ هم العلاقات اللي رسمناهم، فهون اس شو بتساوي؟ 1 و3 1 و5 2 و3 2 و5 3 و5 و3 و5 اكزاكت. فهي الاس التي او هون الاس هي اكزاكتلي العلاقات اللي هون. طب الفرنشيب يلا هلا تخيلوا انتو العالم كله هو الناس اللي بتصفوا. يلا الفرنشيب شو بتساوي؟ علاقه اسمها فرنشيب. بدي اروح افحص عن جد في الواقع في الحياه انو كل واحد فرند مع مين واكتبهم. هاي هي بتصير الفرنشيب. لهدو طيب نشوف أمثلة أخرى. هاتوا نشوف. أنا أسأل السؤال، شو الفرق بين الريليشن والفانكشن يا رنا؟ فايز الفانكشن والريليشن علاقه بين انه انا بدي اجاوب كل فانكشن هو ماله ايش؟ ريليشن. الفانكشنز نوع خاص من الريليشن. هو يعني اسمه الفانكشن هو نوع، هو حاله من حالات الريليشن. هو ريليشن كل فانكشن هو ريليشن، بس مش كل ريليشن هي فانكشن. يعني في حالات معينه من الريليشنز بنسميها فانكشنز، في حالات معينه من الريليشنز بنسميها فانكشن. اذا هاتوا هلا نعرف شو تعريف الفانكشن، بس مش بالكلمات اللي درسناها زمان، طريقه اخرى بالريليشنز. فنقول a function af from a set a to a set b is a relation from a to b that satisfies the following two properties. اول شيء انه for every element x in a في الدومين there is an element y in b such that x y تنتمي الى f. يعني اللي في الدومين كل عنصر في الدومين له صوره.
والشيء الثاني for all elements في A, for all elements X in A and Y in B, if either X Y تنتمي ل F و X و Z تنتمي ل F, معناته Y بيساوي Z. شو يعني؟ يعني بنقول صورتين هو نفس الصورة. That's it. If a function A, if is a function from A to B, we write إنه Y, هاي هيك بس نكتبها. إنه Y بتساوي F of X أو نكتبها بالطريقة. دكتور فهمني بس هاي اللي قبلها إنه هاي بقول لك إذا كان عندك X إلها صورتها Y و X كمان صورتها Z, معناته بالضرورة هي نفس هي Y هي Z. يعني هن هم صورتين. هذا تعريف الفانكشن بكلمات ريليشن. طيب ناخذ مثال. لو عندنا 2 A بتساوي 2 و 4 و 6 و B بتساوي 1 و 3 و 5. الريليشن R, هل هي فانكشن؟ هل هي فانكشن؟ ديش أرسم لكم إياه؟ لا أربعة نصفتين. أربعة لها لأنه كل أنصف في الأربعة. لا جواب لا, لأنه الأربعة نصفتين. طب هاي يا هاي في عندنا R F يعني XY تنتمي A و B, يعني طلعوا XY تنتمي يعني نقول إنها S سوري تنتمي لإس such that Y بتساوي إكس زائد واحد. هل هي function ولا لا؟ لا ليه؟ ستة مش نفس ها؟ ستة مش نفس الستة فيش إلها صور. مزبوط حكيو؟ ستة فيش إلها صورة. مزبوط. طيب ناخذ الانفرس ريليشن. شو الانفرس ريليشن؟ على فكرة هل تتوقعوا كل انفرس ريليشن هي ريليشن؟ مش ضروري. لا ها اكيد مش لا مش كل انفرس فانكشن هو فانكشن. مظبوط. ها طب هل كل انفرس ريليشن هو ريليشن؟ بالضبط. فكل انفرس ريليشن هي ريليشن. بس هون بس نتعلم شيء انه لما احط انفرس للريليشن شو معناته؟ شو بيساوي؟ احط واي اكس. يعني مثال انرولد ان الانفرس تبعها شو هو؟ دي ماب عالي صح؟ مش العكس. فهمت على؟ فبنقول في عندنا واي واي واكس تنتمي لبي كروس اي مش اي كروس بي. يعني هي البوزيشن تبع اكس واي هو اللي بدكم تطوروا عنها تبع such that انه اكس واي تنتمي له. او بطريقه اخرى بنكتبها انه لو عندنا اكس تنتمي لاي واي تنتمي لبي وعندنا واي واي واكس تنتمي للانفرس تبع ار, معناته اكس واي تنتمي له. واضح؟ نهاش شيء. مثال طلب لو عندي 2 A 2 و 3 و 4 B 2 و 6 و 8 و R شي هي R divides من A ل B. في عندي ايش هاي؟ X يعني X divides Y. عم نقول X R Y إذا أنجد X divides واحد. هلا شي هي سوري مش لازم احطها. شو هم هون الار؟ الار يلا 2 و 2 نقول بسرعه 2 و 6 2 و 8 3 و 6 و 4 و 8 مظبوط؟ طيب اللي هم هاي مظبوطه؟ طيب هلا انا اللي بدي اياه شي هي
الانفرس 2 و 2 8 و 2 2 و2 6 و2 معلومه صح سهله بس هاي بس تدربوا كيف تكتبوا اللي هم هاي ار وهاي ايش الناقص ار يعني بس احنا شو سوينا رجعنا بس طيب هون الرد ان شو سويت بس الانفرس تبعها بس رجعت الاسهم والفرنت او رجعت الاسهم طيب نيجي لموضوع جديد منيح نيجي لموضوع جديد شي هاي شيها مش شجرة هذا جراف هلا بدنا ناخذ شيء اسمه دايركتد جراف احنا شو كنا على الفيسبوك طب ليش اسمه جراف من وين تاع الدايركتد جراف نسميه دايركتد جراف هذا نقرا لما اوكي واضحه بدهاش فلسفه كثير بنعمل الجراف من الريليشنز مزبوط طيب وين ا ريليشن ار از ديفايند اون ا سيت اي بس ذا ارو ديجرام اوف ذا ريليشن كان بي موديفايد سو ذات ات بيكمز ا دايركتد جراف فوين ذا سمي جراف ذير از ان ارو فروم اكس تو واي وايش سوري اكس واي تنتمي لمين؟ لنفس الست نسميه دايركتد جراف لما اكس واي تنتمي لنفس الست يعني الدومين والكودومين ماله؟ نفس الشيء وفي بينهم ار ها؟ يعني بدكم تنتبهوا مرات انه معي هلا بعطيكم مثال بس طلعوا انه منكون مرات منكونش ريليشن موجودة من A إلى B. من A إلى A. إذا من A إلى A شو نقولها؟ A relation on a set A. خلص. فيش داعي أقول من A إلى B. A relation on a set A. Is a relation from A to A. فبدكم تنتبهوا هذا بس أقول لكم. It's important to distinguish clearly between a relation and the set on which it is defined. يعني a relation نفسها مع اللي هو الطائر تبع ايه الدومين والكور دومين بس على اي حال هذا نرسم دايركت ديجرام هاي شو بتساوي شغل 3 4 5 6 7 8 and define a relation r on a بس as the difference وانت من هون عم نسميها r x r y لما اثنين ديفايدز x ناقص y هاتوا هاي الارقام هاتوا الرسوم يلا ثلاثة أربعة هي ثلاث ناقص أربعة ناقص واحد ديفايد اثنين ديفايدز ناقص واحد أو لا لا كل x ناقص y ديفايدز ها ليش اثنين تقسيم ناقص واحد لا طيب هاي ما انا بدي رقم خمسة طيب ثلاث بالخمسة ثلاث ناقص يعني اثنين ديفايد اثنين ثلاثة وأربعة ستة ثلاثة وسبعة ثلاثة وسبعة طيب ثلاثة ثلاثة طيب نيجي لأربعة ايش كمان؟ أربعة الأربعة أربعة يس والأربعة خمسة لا والأربعة مع ستة لا الأربعة مع السبعة لا مع الثمانية صارت نت الخمسة الخمسة مع ال مع حالة مع الستة مع السبعة مع الثمانية مع ثلاث ستة مع الستة مع السبعة مع الثمانية ستة مع الثلاث مع الأربعة
سبعة. سبعة مع نفسها؟ سبعة مع الثمانية؟ مع الثلاث؟ مع الأربعة؟ مع الخمسة؟ مع الستة؟ ثمانية مع نفسها؟ ثمانية مع الثلاث؟ مع الأربعة؟ مع الخمسة؟ مع الستة؟ مع السبعة؟ ماذا هو الدقة؟ هذا بنسميه دايركت جراف. هذا بنسميه دايركت جراف. ما الله يتركي في أجندة. معي؟ على فكرة ليش دايركت؟ ليش سميناه دايركت؟ لأن العلاقة إلى اتجاه. في نوع بجوز أخذته في الألغوريثمز ولا في الداتا ستراكشر إلى آخره، إنه العلاقة مرات ما لهاش اتجاه. صح؟ ما لهاش اتجاه. يعني زي خارطة طرق بين بلاد. بدك تروح من رام الله على بيزيد، لما بيزيد على رام الله بيجي مرات ما بتصيرش. فمش دائما العلاقات لها اتجاه. بس هون الواضح انه في الريليشنز عندنا العلاقات دائما لها ايش؟ اتجاه. فبالتالي سميناها دايركت. واضح؟ هذا على فكرة الجواب. هاي الجواب مضبوط يعني. طيب ناخذ هلا الانري ريليشنز. طلعوا هون شو بقى. انا بعطيني مثال على انري ريليشن. محمد صديق محمد فريند اوف محمد. يلا مثال. يلا في ناس نايمون بالمحاضرة. صحيح لك. ها انا بعطيني باينري ريليشن. ها اي شيء كمان مره. اثنين ديفايدز اثنين واربعه. غيره فريند اوف محمد وعلي. غيره يلا علي مثلا انرولد ان دينا. علي دينا student in. مش student قصدك study at. study at. علي وبيزيد ديو. غيره. يلا اللي مخبين رؤوسهم هذول. غيره. رنا. كابيتال او. حط بلستان يروزلم. لا هي اللي تجاوب. كابيتال او. يروزلم. بس كابيتال او بلستان. هاي عندنا مثال انا كيكات من رول ان على الدماغ وسام بالداتا بيس. طيب لو بدي احط ترنري بقول ايش؟ بضيف شيء علي زي هون انرولد ان مثلا سامي انرولد في الداتا بيس سنه وين ده؟ او جايب معدل 99. جايب معدل 99. كوارتري كوارتنري ما بعرف شو اسمه. ايش يا وصلت ايوه ها على الرابعه اري طلع هاي باي نري ترنري اري. ليش اسمها؟ اناري ان اناري. ها بقول مثلا انرول ان سامي داتا بيس جاب 99 سنة 2014 طبعا 5 مثلا جامعة كيزيد. صح ممكن جامعة كيزيد بس انا هون بضيف اف يعني بالخريف فول سمستر يعني ركب السمستر.
وبتحط جرنب الزيت وتحط الحمد لله. هلا اذا اذا ار وانت بسميها اناري لما ار في عندها عدد ان بقدر اضيف كد ما بدي. سيرجي بس الترتيب مهم في البال. لا الترتيب مهم في الكل. الترتيب مهم جدا في الكل. يعني انرول للحساب انرول للداتا بيس وبعدين لو حطيت 99 ولا 1400 الترتيب مهم جدا في الكل عشان نعرف نتعامل. يعني هاي تنتمي الى ايش؟ بيس. هاي كورس. هاي مارك. هاي هير. فلازم نبقى عارفين التايب تبعها. بس انا قصدي لما عرفتها لو حطيت بدل الهير محل المارك والمارك اللي اختفت صح؟ اه بس تساعدها بدك ما تقوليش تساعدها بدك تقول ايه سوري بدك تقول بي كروس سي كروس واي كروس هيك بدك ليش هذا تعرفه كروس ام اذا بدك تودي ام مطرح واي بس بالتعريف الريليشن لازم يكون معروف. فهمت علي يا فايز؟ ضروري هذا على فكره خطير جدا. يعني بس معناها برضه في الباينري بيظبط معي لو عرفت سي كروس بي. اه على حسب شو بتعرف الريليشن طبعا. عامل الريليشن هيك انت. مثلا لو عندي علي انرولد ان دي ماث اند علي انرولد ان ديتابيس بصير برضه هاي باينري. طلع باينري. كمان مره. اند كمان حتى تنتبه الان؟ اه لحظة روبن لحظة يا شباب. اه هات اكتب انرولد ان علي دي ماث ان انرولد ان علي في الداتا بيس علي في الداتا بيس. هل هاي ايش سؤالك؟ هل هاي باينري؟ هاي different relations هاي بتقراها باللوجيك بتقول علي انرولد هون وكمان انرولد هون بس تو ديفرنت باينرز بين هنا يعني باينري وباينري باينري بس بينهم الان تو فاكتس تو بريديكتس تو ديفرنت بريديكتس بس هم يعني ما بتقدرش تجمعهم الثنتين هلا هيك يعني كريليشن الجهتين مع بعض كريليشن ما بشكله باينري ريليشن لا بشكلوش لا بشكلوش لا لا بس مش كل شوي حكيت لازم يكون في شيء كومبوزيشن بالعلاقات هذا ما لناش علاقه فيه بس في الماده هاي بس لا ما بتقدرش لا بس كل شوي لما حكيت على الاكس والواي والاكس والزد حكيت لازم زد ايكوالز باي لا راك الفانكشن خربش راك بس عشان اشيل الفانكشن فهذول تو ديفرنت باينري ريليشنز تقدرش تجمعهم مع بعض ماشي؟ طيب والله تشوفوا لي هذا تعريف الباينري تعريف اليوناري زي ما قلت لكم given a set A1 و A2 ل AN sets هذول and inner relation R on A1 كروس A2 كروس كروس الـ AN is a subset of A1 كروس كروس الـ AN the special cases of binary ternary وهنا مجرد طيب نيجي نوقف الداتا بيس في علاقة بين الداتا بيس وبين الديسكريت؟ ممكن بس هاي العلاقة طلعوا شو طلعوا كيف عندنا ريليشن ماشي ناخذ داتا بيس بس ناخذ ريليشن ار اون A1 كروس A2 كروس A3 كروس A4 اسفلس عرفنا علاقة انه في عندي A1 A2 A3 A4 تنتمي لار such that a patient يعني ار شي هي patient مريض with a patient ID number A1 name اسمه المريض A2 was admitted on a date يعني دخل المستشفى في A3 with
برايمري دايجنوسيس عنده تشخيص اولي اللي هو شو هم التوبلز وشو هم العلاقات هي ركضة. شو هذا؟ هذا ايش؟ لاين دي من عرفته؟ لاينها هاي هي نفسها هاي صح؟ هاي وهاي شو هي؟ اسم وهاي شو هي؟ ديك اذا خلفي وهاي ذاكرش صح؟ طيب هاي هذول شو هم عباره عن ايش؟ اذا علاقات يعني هم انستنس العلاقة يعني احنا بالحياة العادية بنسميهم ملف المريض صح؟ صحيح كل واحد من هذول طبعا ممكن نحط اكثر هاي ملف المريض مظبوط؟ طيب هل هاي ريليشنز؟ طيب كلكم كيف هلا شو هو علم الداتا بيس؟ شو هو علم الريليشنال داتا بيس؟ طيب هذول وكأنهم عبارة عن كل واحد منهم ريكورد لحالة صح؟ هاي هذا نحط بينهم هذول صح ولا لا؟ هاي هذا نحط لهم ايش؟ شو صارت هاي؟ جدول شو اسمه؟ اسمه ايش؟ هاي هاي شو هي؟ هاي اسم الريليشن هاي اسم هاي هي هاي هي ريليشن صح؟ فهاي هي ريليشن وها كل واحد من هذول شو بنسميها بالمناسبة؟ ريليشن سبسكت كل واحد منهم هذول كل ريليشن نسميها ايش؟ انا اخذ الداتا بيسز لا ممكن نسميها انستنس على فكرة بس لا اسم الداتا بيس كل ريكورد يعني كل رو ايوه توبل فكل واحد من هذول عبارة عن توبل هاي تهجر كل واحد منهم عبارة عن توبل صح ولا لا؟ فإذا شو الفرق بين إذا آه أوكي يعني شو هو الداتا بيسز معناته؟ يعني نوتس ذات تيبلز الحياة الواقعية تعرفوها هم عبارة عن ايش؟ وليس منها relational database يعني notice that tables in this way طبعا tables in this way يعني are called relations information stored in this way يعني في relations أو في tables is called relational databases ايش يعني؟ يعني علم الداتا بيس اللي ما خدش علم اللي ما خدش داتا بيس اللي ما خدش منكم داتا بيس انا بدي اعطيه هذا العلم شو هو؟ هو عباره عن ريليشنز بس هون ريليشن عباره عن تيبلز هو عباره عن تيبلز هو علم تنظيم البيانات ب تيبلز يعني بريليشنز طبعا يعني اكثر وفي طريقه اندكسنج والتيبلز بين العلاقات نقدر نعمل علاقات بين العلاقات ها صحيح وهلم جرى هذا هو علم الداتابيس فهو ضروري في شيء اسمه ريليشنال ثيوري فهو ضروري احنا نفهم في ماده الديسكريت الريليشنز قبل ما نروح ندرس عاده الداتابيس ضروري ليش هي ريكويرمنت واضحه في اي سؤال الماده كانت واضحه